طيب بعد لوط القرآن دائما بذكر لحظة نوح، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح اللي هم ثمود، قوم لوط، وبعدين بذكر قوم شعيب اللي هي مدين. مدين ومن هون بتوقف الظاهرة، ظاهرة الإبادة، تتوقف ظاهرة الإبادة. يبدو انه مدين وين موجودة على فكرة؟ للغرب، للغرب من ثمود، يعني بتمد لتلا، لا بتمد يعني شمال الجزيرة العربية، الشمال الغربي لتلا العقبة، حتى الشمال الغربي من الجزيرة العربية لتلا العقبة مدين شعيب. معناته لما أبيدت أخوان صالح في ناس أخذوا للغرب وناس طلعوا للشمال، اللي أخذوا للغرب هدول. وإذا بنا وإذا بها مدين أيضا مروج ووضع كويس ومتطورين تجاريا، ولذلك الوصية اللي كان موصيها، يعني يبدو بيبيعوا بيشتروا الجماعة، لذلك من ضمن الوصايا الأساسية اللي كان يتكلم فيها شعيب شو كان يقول لهم؟ أوفوا الكيلة، مش هيك؟ اتكلم. فإذا صرنا الآن في حالة جديدة، على ما يبدو هذول الناس بالذات كانوا يتعاملوا بالبيع والشراء أكثر. ولوحظ من النص القرآني إنه الناس اللي آمنوا مع شعيب كثار، مش قلال زي أول. بدينا ندخل مرحلة جديدة، لاحظوا كثار. شو عرفك إنه كثار؟ النص القرآني ها؟ لاحظ، طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش. مين اللي بتكلم قاعد؟ شعيب مع مين؟ مع قومه. بقول لهم طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش. لما يكون بهذا الشكل طائفة وطائفة، معناته في جزء كبير من قومه آمنوا. النبي شعيب عليه السلام ليش ارتبطوا فيه دروس مع انه المذهب الدوسي نشأ في القرن 11؟ هنا سؤال، ليش ارتبطوا الدروز بشعيب عليه السلام؟ هو بتصوري الدروز، الدروز تأثروا بأديان مختلفة، صح؟ هم أصلا فرقة من فرق الشيعة، والشيعة أصلا فرقة إسلامية. الدروز فرقة شيعية انحرفت وخرجت عن الدين إلى درجة الارتداد، وهذول الناس أخذوا من أديان مختلفة، أخذوا من الإسلام وأخذوا من اليهودية وأخذوا من المسيحية وأخذوا من الفلسفات زي الأفلاطونية الحديثة، وأخذوا من فلسفات الهنود وقضية تناسخ الأرواح وإلى آخره، مش هيك؟ هذول الناس لأنهم أخذوا من اليهودية ومن الإسلام، في كتب التفسير أخطأت عندنا عندما ذكرت، افهموها، أخطأت كتب التفسير عندما ذكرت أن موسى عليه السلام عندما جاء فوجد بنتين على ماء، وهذا الماء وين؟ ماء مدين، ومعروف انه مدين مين اللي جاءهم؟ شعيب. شعيب جاء لمدين، مش هيك؟ ورد ماء مدين، ها؟ وشعيب هو رجل موسى عليه السلام اللي يعني حماه، مش هيك؟ الحما يعني هو. طبعا على فكرة مش صحيح انه شعيب، اما مدين هي مدين صح، اما هل هو شعيب؟ لا، لانه في فارق زمني كبير، في فارق زمني كبير بين شعيب وموسى عليه السلام، وانما هذا رجل صالح في مدين كان، يعني معناته الايمان في مدين استمر. لاحظوا، ابيد جزء من اهل مدين، ابيد جزء من اهل مدين لانه طائفتين، طائفة كبيرة مؤمنة وطائفة كافرة، فأبيدت الكافرة وبقيت المؤمنة، وهذا الرجل الصالح من آثار المؤمنة مدين، ظلت حاملة اسمها، ظلت حاملة اسمها. بس ثمود انتهوا، عاد انتهوا، لكن مدين مرحلة متأخرة إذا بتلاحظوا بقي، لأنه طائفتين، طائفة كبيرة كافرة وطائفة كبيرة مؤمنة، ويبدو أنه تميزوا هذول وبقيوا بتسموا مدين، ورد ماء مدين. وبما انهم الدروز تأثروا
فاختاروا شخصيات مختلفة من أديان مختلفة. فهون اختاروا شعيب تأثرا باليهودية. وطبعا هذه القضية الآن طويلة في مسألة المذاهب الباطنية، ولماذا يعني تجدوا العلويين مثلا ليش تولوا المقداد بن أسود مثلا؟ العلويين من بين الصحابة أخذوا المقداد بن أسود مثلا وأعطوه صفة عجيبة، وأخذوا صحابة آخرين اتنقوا صحابة بعينهم وأعطوهم صفات تكاد تقارب صفات الألوهية. طب ليش المقداد بن الأسود وليش كذا؟ هذه قضية الآن طويلة عريضة. ماشي، نرجع الآن. بتلاحظوا انه اذا اخذنا بس اذا استثنينا قوم هود وعاد وثمود ولوط وشعيب، قداش هدول؟ خمسة. بعد هيك فيش عبادات. مثلا بدي استعرض لكم انبياء. ابراهيم هل في كلام عن عبادة قومه؟ ما فيش. اسحاق، طب اسحاق في الكلام عن اسحاق في كلام عن تكذيب؟ لا، معناته ايام اسحاق كل شيء تمام والناس مؤمنة. ممتاز. الان اسماعيل في كلام عن انه ناس قاومت اسماعيل ودعوته؟ لا. اذا في ايمان باسماعيل، والا رسول لمين؟ ما هو طالما ذكروا القرآن رسول وما ذكرش انه رسالته فشلت وانه يعني الناس ما قاومتش، اذا المفروض انه ما امن اسماعيل كل شيء تمام. شوفوا الان اسحاق كل شيء تمام، اسماعيل كل شيء تمام. طب يعقوب، شفتوا بحدا رافض دين يعقوب؟ شفتوا حدا رفض دين يعقوب؟ ابدا، كل شيء تمام. يوسف، والغريب هون الصوره اللي اتى فيها يوسف، الصوره اللي اتى فيها يوسف اتى من فوق. لاول مره بنجد نبي في ايده السلطه، لاول مره بنجد نبي في ايده السلطه ومن فوق بحدث الناس. برضو هاي بدها نظر على فكره وتفكير من فوق. وذلك الناس في عصره بسهوله، والناس كانت في عصر افريقيا اثنين، في عصر يوسف كانوا نوعيتين، الفراعنه وما عندهم من فلسفات تحت سلطانه، والملوك الرعاة الهكسوس اللي اصلهم عربي بدوي. هذول امنوا بيوسف اللي اصلهم عربي جايين من الجزيره العربيه، واحتلوا شمال مصر وطردوا الفراعنه للجنوب وبقي من الشعب الفرعوني تحت سيطرتهم. هذول غالبا سارعوا للايمان. بس مين اللي تقريبا قاوم شوي؟ يبدو الفراعنه. والقران يذكر كيف انهم الفراعنه فيما بعد كانوا فعلا ما مصدقين وين تيموت يوسف، بس الملوك الرعاة الهكسوس اخذوا دعوته. واخوته طبعا مشوا على الطريق. طيب ممتاز، لاحظوا. طب قرأنا عن زكريا، كان في مقاومة لدين زكريا؟ يحيى. طب يوسف، داود، سليمان، الياسع ذو الكفر، يونس غضب من قومه، غضب. بعد ما غضب وبعدين صارت معه القصة، أرسلوا الله سبحانه وتعالى إلى 100,000 أو يزيدون، آمنوا كلهم